لأسرة من الأسر يا جماعة يا من تريدون الذهاب؟ قال لها هي ليه القسوة دي على بعضنا؟ احنا ليه؟ واحد يجي يقول لي اعمل أضحية، ما تيجي نوديها أفريقيا، ووديها ليه أفريقيا؟ ده أنا عندي أناس لو قدرت أخلق حالة من التلاحم والالتئام مع المجتمع لن تجد فقير ولن تجد معدم. في حد يتخيل انك رايح تركب وصله ميه للبيت، فاهل البيت بيستقبلوك عايزين يعملوا لك كوبايه شاي فبيعتذروا، اصل احنا ما عندناش حتى وابور نولع عليه، ولا بوتاجاز ولا بوتاجاز. تدخل الراجل بيسلم عليك فترفع عينك، اقسم بربي ثلاث اوض بلا سقف، ماشي؟ تدخل المطبخ عايشين ازاي دول؟ والله الذي لا اله الا هو انا اتحمل هذه المسؤوليه، وانا محتاج ان انا افتح الجرح ده، لان العالم لابد ان يكون كالطبيب الذي يستخدم المشرط احيانا. نعم. نعم. لكي يخلص الجسد من هذا الوجع. والله لو قدرنا نلتحم ببعض. نعم. ونشوف اهل العوز من الايتام من الارامل من المساكين، اقسم بربي اللي حج مره واسقط الفريضه ده. نعم. انت مش محتاج تروح تاني. نعم. يعني انت هنا في انك تساعد الناس. سئل رسول الله خير الناس من يا رسول الله؟ مين اشرف واحد؟ قال خير الناس انفعهم للناس وخيركم. يا اخي ما تديش حد قريب، انا ابدا باهلك انت، وخيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. لكن احنا عندنا حاله، انا عايز اعمل 100 عمره، انت رايح فين؟ انت بتعمل ايه؟ يعني هنا ربنا بيقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، كل حركه وكل نفس انا اقدر اخد بيها اجر. اذا كانت العلاقه الزوجيه بين الرجل ومراته، سيدنا رسول الله قال وفي بضع احدكم صدقه، ودي ما بتتقالش للتنضر ولا للهزار. ليه؟ لانك طلعت راجل قادر تعف زوجه وقادر تغنيها وتبقى انت الصاحب والصديق وانت السند السبورت زي ما بيقولوا كده بالانجليزي، فانت كل حاجه ليها. فانت قدرت تحقق رجولتك في بيتك، فقدرت تحقق رجولتك في مجتمعك، فقدر المجتمع يتكاتف على قلب رجل واحد. ما روحش بنك اخد قرض عشان اطلع الحج، كذب ابدا. ما روحش اخد سلف من حد عشان اطلع الحج، يحرم. شوف يحرم، يعني ايه؟ يعني ايه اروح اقترض ويبقى عليا فايده مضاعفه علشان اطلع؟ عشان بعد كده بدل ما نطلع الغارمات ويجي سيادة الرئيس يعمل مبادرة بعد مبادرة بعد مبادرة والأجهزة. نعم. كلها نيجي بعد كده نطلع واحد علشان كان محبوس عشان الأضحية. يعني هل هذا يرضى به الله؟ وهل هذا يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احنا عندنا اشتباك مع حالتين، حالة شديدة التشدد والتخلف في المجتمع، مفكرة ان هي لما تعبد ربنا بالهوى هو ده الدين، وحالة شديدة التسيب، ان انا اجي اقول لك ايه يلا وضحي ببطه وضحي بوزه وضحي مش عارف. يا جماعه ما احوجنا الى خطاب رصين لهذه الامه. والله بلدنا وامتنا تحتاج منا علماء يملكون رؤيه وعنده ادوات يقدر بيها يبني جسور من الثقه بينه وبين عامه الناس. طيب هنتكلم على الاضحيه بعد شويه، ولكن خليني نتكلم غير الحجاج، غير ضيوف الرحمن. ضيوف الرحمن خلاص موجودين في الأراضي المقدسة يستعدوا يا رب يرجعوا بالسلام وربنا يتقبل. اللي موجود في مشارف الأرض ومغاربها،